تعتبر الزراعة هي الحرفة الرئيسية لأهالي بلدة الكرامة الواقعة إلى الشرق من مدينة الرقة. تتوفر هنا العديد من المساحات الزراعية التي تزرع بشكل أساسي بمحصولي القمح والشعير، إضافة لبعض الزراعات الموسمية الأخرى. تقدم الوحدات الإرشادية التابعة للجنة الزراعة في مجلس الرقة المدني كافة التسهيلات للفلاحين في بلدة الكرامة بهدف تشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي من هذه المحاصيل الاستراتيجية. احنا وحدة إرشادية للخط الكرامة، الخط الشرقي، نمثل طبعا عملنا هو يمثل للفلاحين وللبيطريين. طبعا العمل البيطري هو العمل الثروة الحيوانية. فاحنا حاليا الفلاح طبعا هو طبعا منطقتنا منطقة زراعية، الخط هذا بشكل كامل، طبعا محافظة الرقة بشكل كامل والشمال، هذا المنطقة دي منطقة زراعية، واعتمادنا الذاتي هو على الزراعة بشكل عام. طبعا وكباقي المساحات الزراعية في عموم الشمال السوري، كان لبلدة الكرامة نصيبها من الحرائق التي التهمت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، مما يشكل تهديدات كبيرة للفلاح. فحاليا طبعا هذا احنا نمر بحاليا موسم حصاد، صار ببعض الحرائق وتلافيناها إن شاء الله بوجود الأطفائيات الموجودة عندنا بالمنطقة هنا ومساعدة الفلاحين والأهالي، وتلافينا الوضع هذا إن شاء الله. الموسم السنة بشكل عام جيد جدا، يعني الناس أول البداية زرعت قسم، بعدين رتت تواصلت الأمطار زرعت الناس، يعني تلاقي يوم ان تطلع انت على البرية وعلى البعل ما تلاقي غير طريق السيارة فاضي. فاني زرعت بعل وزرعت سقي، تسقي على محرك ارتوازي، الحمد لله ما سقيت ولا برميل، يعني حتى الناس خذت مازوت ما ديرت أبدا، كلياته صار بعل والموسم تمام. وبشكل عام شهدت هذه البلدة انتعاشا ملحوظا مس مختلف جوانب الحياة منذ تحريرها من إرهاب تنظيم داعش.